السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهار كبير هذا طيب قريبا. أهلا الشريفة. نهار كبير. يا مرحبا بك. كيف سيدي؟ بخير لاباس عليك. بارك الله فيك بنتي. راه شي 5 سنين ولا 7 سنين وأنا كنتصل وقسما بالله العلي العظيم ولكن راه يقطع لي وقيلة التليفون. مرحبا أختي معدي راه تفضلي تفضلي نسمعوك دغيا لالا حفيظة. الله يوفقك أخويا. أنا واحد السيدة واخا ما عرفتش منين نبدا ليك. ما عرفتش مما نقول لك زعما ما عرفتش ما نقول لك والحمد لله على كل حال ولكن اللي مأثر عليا هي الوالدة توفات لي تقريبا شي عام هذه وخلت عليا واحد الفراغ كبير بزاف. الله أكبر. وأنا واحد السيدة زعما شغنقول لك بنت ما بين 65 حتى 70 وكثر الزايدة وما مزوجاش وتنعيش بوحدي وكنبكي بزاف وكنحلم شي أحلام مجعزة وأنا واحد السيدة مؤمنة وبغيت نقرا القران وشحال من سوره قريت معاك وشحال من حاجه تعلمت منك الله يحفظك والله يسهل عليك وبغيت تنتهي معايا وكاع الناس يامنوا وانا كنقول امين انا مزوجه فيك يا ربي يا كريم الله يا ربي لالا يا ربي يا رحمن يا رحيم زعما خدامه على راسي ما خاصني حتى شي خير عايشه بحلالي بكل شيء ولكن الوالده اللي اثرت عليا بغيتك تنتهي معايا فهاد الليل انا مزوجه فيك يا ربي واللي عنده امي يتهلا الله يا ربي وانا كنتمنى غير شي عمره ولا شي حجه تدعي معايا انا مزوجه فيك طيب قريضه الله يا ربي يا كريم خلي لك وليداتك وانا نهار كبير هذا اللي دويت معاك وسمعت صوتك الله يحفظك لاله الله يحفظك لاله انا نشوفك وعزيزه عليا وكنتسلط لك بزاف وتعلمت منك بزاف الحوايج يا ربي يا كريم الله يحفظك ويرعاك لاله الله ينورك لاله حفيظه الله يمتعك بالصحه والعافيه وتمام العافيه ويرحم الوالده ديالك يرحم الوالده ديالك لاله الشريفه الحمد لله لاله حفيظه لكل له من اسمه نصيب وانت سميتك حفيظة وكوني مطمئنة بأنك غتكوني محفوظة من عند الله تعالى خصوصا برضة الوالدين ما دمت أنك مرضية مهدية الله سبحانه وتعالى غادي يحفظك وغادي يرعاك وغادي يبارك فيك بفضله وجوده وكرمه ما تزوجتيش لالا ذلك قسمة ونصيب الله سبحانه وتعالى احنا علمنا باش يكون عندنا من مبادئ الحياة هو الرضا الرضا بالقضاء والقدر نرضى القسمة الله عز وجل هو يتنزه في ملكه وكيقسم علينا النعم كي اللي أعطاه الله الزواج وكي اللي حرم الله من الزواج كي اللي أعطاه الله الأولاد وكي اللي حرم الله من الخلفة كي اللي أعطاه الله المال الوفير وكي اللي أعطاه الله الفقر كي اللي أعطاه النعيم وكي أعطاه الحرمان ربي يتنزه هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في خلقه ويعطي للعباد المؤمنين ما يتمنون بحسب نيتهم فانت للحافظة ما دمت أنك مرضية ديال الميمة ربي سبحانه وتعالى غادي يحفظك ربي عز وجل غادي ينعم عليك لأن مرضي الوالدين عمره ما كيخيب هذه قاعدة من قواعد الدين اللي هو مرضي الوالدين عمره ما يخيب خصوصا بعد موتهم بعد الموت على الوالدين عاد كتظهر النعمة كتظهر النعمة على الأولاد من خلال كيعطيهم الله تعالى القبول كيعطيهم الله تعالى المداد كيعطيهم الله تعالى البركة فما تحزنيش لالا حافظة لا داعي للحزن المهمة هي سالت المهمة ديالها أنجبت وربت وعلمت وتمتعت بالحياة ثم انتهى دورها في الدنيا قاطرة الحياة الدنيا هي عبارة عن قاطرة فيها محطات كاين المحطة الأولى اللي عندنا في الحياة ما هي المحطة الأولى نحن كنا احنا راه عندنا ماشي عمرك انت قلتي 70 أو 65 راه عمرك آلاف سنين عمرك آلاف سنين كيف ذلك نحن خلقنا جميعا يوم خلق آدم عليه السلام أين كنا كنا في عالم الذر في عالم الذر نحن جميعا دابا أولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا فين كاينين مخلوقين إنهم يوجدون في عالم الذر احنا راه أعمارنا راه فيها آلاف سنين عشرات الآلاف سنين ربما ملايين السنين منذ أن خلق آدم خلقنا ثم ربك عز وجل كينزلك لهذه الحياة الدنيا في واحد الفترة زمنية هو يختار هو اختيار من عند الله احنا ما اختارنا نكونوا في القرن العشرين ما اختارنا نكونوا في أرض المغرب كان بإمكان الله تعالى خلقك في القرن الثالث للهجرة أو القرن الخامس قبل الميلاد أو القرن الأربعين بعد الميلاد لكن الله اختار لك هذا القرن
اختيار من الله. ثم ربك اختار لك في الكوكب الأرضي تكون في أرض المغرب، كان بإمكانك تكون في الهند أو في إسبانيا أو في القطب الشمالي المتجمد، لكن ربي جعلك في أرض المغرب، أرض الأخيار والأبرار. ثم ربك خلقك لم تكن أنت عندك اختيار، واش ذكر ولا أنثى، لم يتم اختيارك، ربي هو اللي صنعك ودارك إما ذكر وإما أنثى، واختار لك شكلك ولونك وهيئتك، ربي اللي صورك، صوركم فأحسن صوركم. ثم حتى الاسم ديالك، الاسم ديالك اللي كتحملو انت لا دخل لك فيه، الله تعالى هو الذي ألهم العائلة باش يسموك ذاك الاسم، كله من عند الله. فلما ننتقل في الحياة الدنيا القصيرة كننتقلوا إلى عالم القبر والبرزخ، هو عالم ديال الانتظار، انسال دا تونت، قاعة انتظار كيجمع فيها الله الأول والآخرين. ثم ننتقل إلى الخلود الأبدي، إلى الجنة اللي احنا أصلا خلقنا فيها، خلق الله أبونا آدم من الجنة، طلع عليها شفش فيها، ثم غيعود ردنا إليها خلودا أبدية فيه نعيم كبير. لكن مربط الفرس والحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا اللي هي قصيرة من خلالها يتحدد مصير الإنسان، والإنسان كلما كان قريبا من الله وكان عابدا وذاكرا لا يخاف ولا يحزن، خصوصا إذا كان مرضي الوالدين. فاطلبوا الله تعالى بنتي للا حفظة، الله يحفظك بالسبع المثاني ويحفظك بالقرآن العظيم، ولا تخافي ولا تحزني ما دمتك انت مرضية، راه ميمتك ان شاء الله الرضا ديالها غادي يبان عليك، وغتكون ان شاء الله معززة مكرمة، وهي عند الرحمن في جنات النعيم مع نساء النبي المصطفى، مع أمنا خديجة بنت خويلد، ومع أمنا حفصة بنت عمر، ومع أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق، ومع السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله. فهذه دعوة لجميع الأحباب الكرام اللي عنده الميمة ديالو يتهلا فيها ويحسن إليها، وإلا كانت انتقلت الدار الأخيرة يدعو لها بالرحمة والمغفرة والرضوان. الله يرحم الجميع ويحفظ الجميع ببركة النبي الشفيع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.